السلام عليكم. بنعتذر للمرة التانية عن تأخير الحلقة، لكن زي ما قلنا قبل كده ظروف المعرض والتجهيزات بتاعته مخلية الوقت يبقى ضيق جدا. المهم ان انا وعدتكم ان شاء الله مش هيحصل المعرض قبل ما نبقى نزلنا الحلقة بتاعت ترشيحات الروايات وترشيحات النون فيكشن. ان شاء الله هتنزل مثلا على يوم الجمعة ولا حاجة ليلة المعرض او يوم المعرض الصبح. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن نصايح للمعرض، يعني كل الناس دلوقتي المفروض بدأت تجهز قوائم، بدأت تجهز فلوس وعملت حبة الحاجات اللي قلنا عليها. فالنهاردة انا هحاول ان احنا بس نعمل شوية ترشيحات لروايات في رأيي المتواضع هي روايات مهمة، ومهم ان انتوا تشتروها بدل ما تشتروا روايات مثلا تانية شكلها حلو وتطلع فيستك. خلينا نبتدي. طيب احنا هنقسم الادب او الروايات لشوية تصنيفات كده جوه التصنيفات، كل واحد يختار اللي يعجبه بقى. خلينا نبدأ اول حاجة الادب البوليسي. اهم روايه بوليسيه لازم كل الناس يشتروها السنه دي، سواء اللي بيحبوا الادب البوليسي سواء اللي بيحبوا ما بيحبوش الادب البوليسي، دي روايه اساسيه لازم تكون على قائمكم السنه دي، هي روايه نيلوفر اسود للكاتب الفرنساوي ميشيل بوسي. دي تاني مره اتكلم على نيلوفر اسود من غير ما احرق لسه اي حاجه عن الروايه ولا اتكلم عن الروايه باستفاضه، لان هي فعلا محتاجه حلقه لوحدها، دي الوقت مش سامحه. لكن هي روايه مميزه جدا 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 لحد بكره الصبح. الروايه الثانيه هي ثلاثية ميلينيوم، هي مش رواية واحدة، هي ثلاث روايات. اللي مراهاش لازم يقراها، هي دي اعظم رواية بوليسية كتبت في التاريخ. نزل ليها السنة دي الجزء الرابع، انا لسه ما قريتهوش، مش بستيج لارسن، في كاتب تاني مكمل مكانه، ولكن على الاقل التلات اجزاء بتوع ميلينيوم، فتاة لا يحبها الرجال، فتاة لعبت بالنار، فتاة في عش الدبابير، ثلاث حاجات دول يعني دورة تاج الادب البوليسي اللي موجود في الدنيا كلها. التشاهد الثالث في الادب البوليسي هو ثلاثيه فاجلباكا، اتكلمنا عنها قبل كده في حلقه السويد، هحط اللينك بتاعها في الديسكربشن. هما ثلاث روايات لكاميلا لاجبرغ، كاتبه سويديه مميزه جدا. اولهم اميره الجليد، ثانيهم الايادي الموهوبه، واخرهم الولد الخفي. حلوين جدا ولازم تقروه. الروايه الرابعه انا الحقيقه احترت اخليها في الروايات التاريخيه ولا اخليها في الادب البوليسي، ممكن نعتبرها في الناحيتين، ودي بقى حاجه مهمه انك تقراها في حياتك كلها، يعني هي من افضل الحاجات اللي ممكن تقراها في حياتك كلها، مش يعني بره عن اي تصنيف، وهي روايه اسم الورده للعظيم الايطالي الراحل امبرتو ايكو. هو عموما اي حاجه امبرتو ايكو كتبها هي شيء عظيم ويستحق القراءه ويستحق الاقتناء، لكن اسم الورده هي الحاجه اللي مفيش زيها ولا قبلها ولا بعدها، لازم تشتروها. برشح لكم طبعه تحديدا الدار الكتاب الجديد. التصنيف الثاني هو الروايات الرومانسيه. الحقيقه انا قراءاتي في الادب الرومانسي قليله شويه، ولكن هرشح روايتين انا شايفه ان هم افضل حاجات قريتها في الموضوع ده. الروايه الاولى اتكلمت عنها قبل كده كذا مره، هي روايه عصر البراءه، هي روايه تعتبر من الادب الامريكي للكاتبه ايديث وارتن. التشهد الثاني اللي عايزه اقوله النهارده هي روايه مادونا صاحبه المعطف الفرو لصباح الدين علي، هو كاتب تركي، وهي الروايه دي ما ترجمتش للغه العربيه غير يعني ريسنتلي، رغم ان هي اساسا روايه قديمه جدا، من اميز الروايات الرومانسيه اللي قريتها في حياتي، واتكلمت عنها قبل كده في حلقه اللي هو الروايات الرومانسيه في مواجهه الخريف، وبرده هحط لها لينك في الديسكربشن. التصنيف الثالث هو الروايات السياسيه. افضل روايه سياسيه انا قريتها وبرشحها لكم ان انتوا تقروها، اول حاجه هي روايه فئران امي حصه الكويتي سعود السنعوسي. الروايه دي ليها حلقه لوحدها بتتكلم عنها هي بس، حط اللينك بتاعها في الديسكربشن. الروايه الثانيه هي حفله التيس للمجنون ماريو بارجاز يوسا، روايه اتكلمنا عنها قبل كده كذا مره، بس انا مش فاكره في انهي حلقه، بس اعتقد ان هي كانت في حلقه حصاد نص السنه. الرواية التالتة من روايات الأدب السياسي اللي ممكن تبقى مناسبة أو أساسية، يعني رواية جمهورية القرد الأحمر، اتكلمنا عنها قبل كده، هي للكاتب المصري ياسر أحمد، دي صدر يعني عن المركز الثقافي العربي. الرواية الرابعة اللي حابة أرشحها هي رواية الساعة الخامسة والعشرون لراجل اسمه صعب كده، بس حاجة قسطنطين جورجيو قسطنطين، أنا معرفش أنا بنطقه صح ولا غلط، وبرضو دي عايزة حلقة لوحدها للكلام عنها باستفاضة. لو جينا نتكلم على الروايات الفلسفيه او الروايات اللي بتخاطب بقى يعني بيكون فيها اسئله وحاجات تخليك تقعد تفكر كتير قوي، او ما تبقاش بس انت بتقراها فور فن، لا هي فيها اسئله عميقه ممكن تغير لك افكار موجوده اساسا في دماغك. الروايه الاولى هي بنات حواء الثلاث بتاعت اليف شفق، في حلقه لوحدها بتتكلم عنها، هحط اللينك بتاعها في الديسكربشن. الروايه الثانيه هي عندما بكى نيتشه الثانية هي رواية عندما بكى نيتشه لإيرفين ديالوم، أنا الحقيقة مش متذكرة قوي هو أنا اتكلمت عنها قبل كده ولا لأ، وبرضه هي الكلام عنها يطول، لكن هي رواية بتتكلم عن يعني بتتكلم عن نيتشه obviously، لكن هي مش رواية كئيبة زي ما يبدو من العنوان، هي بس قايمة على تساؤلات، يعني عبارة عن حوار طويل جدا
وتساؤلات ما بين نيتشه وطبيبه المعالج، يعني هو ما كانش لسه اخترعوا ايامها الطب النفسي، فهو يعني اقرب حاجه للطب النفسي. روايه مميزه جدا. الروايه الثالثه اللي حابه اتكلم عنها هي روايه انقطاعات الموت لجوزيه ساراماجو. عموما الادب اللاتيني كله حلو، يعني انا ما قريتش حاجات، يمكن حاجات قليله جدا اللي قريتها في الادب اللاتيني اللي ما عجبتنيش. الروايه دي تقريبا في رايي يعني هي اميز حاجه كتبها ساراماجو، وهي صادره عن الهيئه العامه للكتاب، هتلاقوها موجوده في سلسله الجوائز بسعر بسيط جدا. يعني فكرتها باختصار يعني علشان بس اشوقك ليها، ان هي بتتكلم انه الموت قرر ان هو يختفي، ما بقاش فيه في الحياه موت، الناس كلها هتبقى عايشه فوريفر. ده حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ التصنيف الخامس، يعني لو انتوا لسه بتعدوا التصانيف، ايه التصانيف دي؟ التصنيف الخامس لو انتوا لسه بتعدوا التصنيفات، هو افضل روايات في ادب السجون. هرشح حاجتين. الروايه الاولى هي طيور التاجي للكاتب الكويتي المميز جدا اسماعيل فهد اسماعيل. الروايه الثانيه هي روايه شرق المتوسط للكاتب السعودي العظيم جدا عبد الرحمن منيف. دول هما يعني انا في رايي الروايتين دول مميزين، لان هما ما فيهمش كلام عن تعذيب ولا دم ولا مشاهد من اللي هي القاسيه اللي الانسان يمكن في ناس ما بتقدرش تتحملها او ما بتحبش تقرا ادب السجون بسببها. هما الروايات دول اللي هي روايات نفسيه اكتر. التصنيف السادس الروايات التاريخيه، افضل الروايات التاريخيه. عندي ثلاث ترشيحات. الترشيح الاول هي روايه ريفيان للكاتب الفرنساوي الغريب جدا جيلبرت سينوي. دي بتتكلم عن احداث الاباده الجماعيه اللي كانت بتحصل في الارمن من قبل الاتراك. الثاني اللي عايزه اقوله هي روايه الاعتداء لهاري مولش. الروايه دي بتتكلم عن الحرب العالميه الثانيه، بتتكلم عن حادثه حصلت لشخص، الشخص يعني وهو صغير خلال الحرب العالميه الثانيه، وازاي الحادثه دي شكلت حياته كلها بعد كده. الروايه الثالثه هي روايه راوي قرطبه لعبد الجبار عدوان. هي زي ما العنوان بيتكلم كده، هي قرطبه بتتكلم عن الاندلس، ولكن بشكل يعني انا شخصيا شفت ان هو اكتر شكل تصويري واكتر شكل وضح الاندلس دي كانت عامله ازاي، حبيتها جدا. التصنيف السابع، ويا ريت ما تعدوش ورايا لان انا فقدت الاحساس بالوقت اساسا احنا في انهي تصنيف، هي افضل روايات في عوالم غرائبيه. انا مش بقرا كتير في حاجات يعني فانتازيا، ولكن عموما هو اي حاجه فيها روكي موراكامي هتبقى عوالم غرائبيه وهتبقى روايه حلوه. ولكن ارشح لكم من موقعي هذا روايه 1Q84، هي اسمها كده بالعربي واسمها كده بالانجلش، الجزء الاول والجزء الثاني. زي ما قلنا قبل كده هي الروايه دي في الانجليش نزلت كامله، لكن في العربي ترجمت يعني على اجزاء، فنزل الجزء الاول والثاني، هما الاثنين متاحين دلوقتي بترجمه هايله جدا صادرين عن المركز الثقافي العربي، ودول حاجه مهمه ان الانسان يقراهم. تاني روايه، ودي مش هاروكي بس ترشيح عظيم جدا، هي لنيل جايمن روايه المحيط في نهايه الدرب. الرواية دي ميزتها ان هي بتدور في عالم الاطفال، ده من العوالم اللي بيكون فيها مساحة واسعة ان احنا نشطح فيها بالخيال، وفي نفس الوقت هي رواية اساسا فانتزي، يعني هو في احداث بتحصل خارقة للطبيعة. بمناسبة ان احنا كنا بنتكلم عن الاطفال بقى، فافضل روايات ابطالها اطفال، ده يعني عموما الكاتيجوري ده بيكون دايما حلو او غالبا بيكون حلو، لان هي بتكون مرويه من برسبكتيف كلنا بنشتاق ان احنا نوصل له بالفلسفه البريئه بتاعه الاطفال. فالترشيح الاول هي روايه كلاسيك ومن افضل الحاجات اللي ممكن تقراها في حياتك ايا كان هي نوع التصنيف بتاعها ايه، سواء بقى بتحب نوع الادب ده ولا لا. هي روايه شجره تنمو في بروكلين لبيتي سميث، روايه من الادب الامريكي، يعني حتى اللي ما بيحبوش الادب الامريكي الروايه دي بعيده خالص عنه، ورغم ان هي حجمها كبير جدا روايه ضخمه، لكن حقيقي وانس انك بتبداها بيكون صعب ان انت تسيب. الترشيح التاني هي ثلاثيه الدفتر الكبير، اتكلمنا عنها قبل كده، اتكلمنا عنها قبل كده في حلقه حصاد نص العام. هي ثلاثيه مكونه من ثلاث روايات لاجوتا كريستوف، بتتكلم عن اخين توام هما بيسردوا حياتهم برضو كان اثناء الحرب العالميه الثانيه، ولكن هما ما لهمش دعوه بالحرب، هما بيحكوا الدنيا عامله ازاي. ميزتها ان هي ما بتتكلمش عن بلد معينه، هي بتتكلم ان هما موجودين في البلده او في المدينه، ولكن ما بتتكلمش هما في انهي بلده في انهي بلد. دي حاجه حلوه قوي، بتوريك ان الروايه دي ابليكابل، يعني الاحداث اللي فيها ممكن تنطبق على بلاد كتير قوي سواء اوروبيه او عربيه. التالت هي روايه طيور الحذر للفلسطيني الاردني ابراهيم نصر الله. طبعا ابراهيم نصر الله لوحده عايز حلقات نتكلم فيها عنه، لكن طيور الحذر هي من اقرب رواياته لقلبي، وميزتها ودي حاجه يعني تكنيك ما شفتوش في اي روايه قبل كده، ان هي الروايه بتبدا من كلام البطل وهو الجنين في بطن مامته، يعني هو وهو لسه ما اتولدش في الدنيا، وهو بيتكلمنا وبيحكي لنا عن افكاره. روايه مميزه جدا.
التشريح الرابع هي رواية عداء الطائرة الورقية، طبعا اتكلمنا عنها قبل كده في حلقة اللي هي الروايات اللي من الأدب للسينما اللي أنا اوريدي حطيت لينكها في الديسكريبشن، ولكن هي يعني اللي ما قرأهاش لسه لازم يشتريها ولازم يقراها، من الحاجات اللي ممكن تقرأ أكتر من مرة كمان. والتصنيف اللي مش عارفة كام، يعني إذا جاز التسمية إن هي روايات نسوية أو أدب نسوي، ولكن هو مش موجه للستات بس، هو بس اللي كاتبينه ستات وبيتكلموا عن الستات، ولكن هو مش بس للستات يقروه. اول حاجه روايه كالماء للشوكولاته للاورا اسكيبل، اتكلمنا عنها قبل كده. تاني حاجه هي روايه 10 نساء تاني روايه هي روايه 10 نساء لمارتيلا سيرانو. الروايتين دول يعتبر ادب لاتيني اللي هو افضل ادب في الدنيا زي ما احنا اتفقنا. جدير بالذكر ان الروايتين دول صادر منهم طبعات مصريه سعرها اقل، فبرضه اللي ما قراهاش يعني فرصه كويسه ان هو يقراهم ويشتريهم بترجمات كويسه جدا. الروايه الثالثه اللي عايزه اتكلم عنها هي ممكن تبقى روايه ممكن تبقى يعني سورت اوف سيره، لكن هي مش سيره ذاتيه، مش سيره حياه حد، فاحنا هنحطها في الروايات. هي حليب اسود للتركيه اليف شفق، فدي بتتكلم فيها عن تجربه الامومه، الحمل والولاده وحياتها بعد ما اصبحت ام. يعني انا مش ام ولا حاجه، ولكن العمل نفسه كان عمل قاسر جدا وكنت مرتبطه بيه جدا وحاسه جدا بالكلام اللي هي بتقوله دي. التصنيف الاخير الادب الكلاسيكي، الكلاسيكي الصرف بقى. انا السنه دي ارتبطت جدا، السنه اللي فاتت يعني ارتبطت جدا بالادب الامريكي، قريت كذا حاجه السنه اللي فاتت اللي قبلها اكشلي من الادب الامريكي الكلاسيكي. ميزه الحاجات اللي انا هقولها دلوقتي دي ان هي حاجات سهله، مش لازم تكون حاجه مكلكعه او صعبه ان انت تقراها او تفهمها، يعني هي حاجه سهله سواء انت بتحب الكلاسيكيات او لا، تقدر ان انت تبدا بيها وتعتبرها مدخل للنوع ده من الادب. الروايه الاولى هي الحارس في حقل الشوفان، دي روايه عظيمه جدا، يعني عظيمه جدا جدا، صادره السنه دي في شكل جديد بغلاف جديد، صادره عن دار المدى. الغلاف الجديد نفسه حتى لو مش هتقراها هاتها عشان الغلاف شكله حلو. الروايه الثانيه هي جاتسبي العظيم اللي هي ذا جريت جاتسبي، اتكلمنا عنها قبل كده في حلقه الادب الامريكي مش هيشك بشك، هو حرفيا مش هيشك بشك. دي طبعا اتحولت لفيلم بعد كده اللي هو بتاع ليوناردو دي كابري، بس الفيلم وحش، الروايه اعظم بكتير. الترشيح الثالث هو كوخ العم توم، يعني دي تعتبر اقدم زمنيا شويه من الحاجات اللي فاتت دي، ولكن هي قرايتها سهله جدا، يعني بتفتح الكتاب لبيقل عليك تلاقي نفسك بقيت في صفحه مثلا 180 او 200. ويقال ان هي كانت من الاهميه بحيث ان هي تسببت في الحرب الاهليه، الحرب الاهليه اللي دارت في امريكا اللي بهدل فيها الامريكان كلهم، حرب البيض والسود. لو عايزين نبعد شويه عن الادب الامريكي نبدا برده بحاجه سهله في الادب الالماني، الاعمال بتاعت زفايج، ستيفن زفايج، الاعمال بتاعته كلها دلوقتي صادره عن دور مسكلياني، مش كلها طبعا بس يعني بعض او يعني عدد كبير منها. ميزه زفايج ان هي عدد الروايات بتاعته كلها صغيره، يعني ما فيش حاجه بتعدي ال 120 صفحه، وبالتالي هي بتنجز على طول، ممتعه جدا في نفس الوقت عميقه، يعني انت مش بتحس ان انت قريت حاجه خفيفه كده، لا هي مش حاجه خفيفه لكن في نفس الوقت هي حاجه سهله. جينا بقى للبوب الكبير اللي الناس كلها بتبقى عايزه تشتري كتبه، سواء بتشتريها مضروب او بتنزلها بي دي اف او بتشتريها اوريجينال، بعد كده يرجعوا يقولوا دي حاجه صعبه ومعقده، لكن هي بتخلي شكل المكتبه حلو. هي بس الفكره ان المدخل له هو اللي بيختلف، يعني انت لما تبدا له بحاجه سهله ممكن تكمل فيه بعد كده وتقرا الاصعب، لكن لو بدات له حاجه صعبه مش هتقرا له حاجه تانية خالص. طبعا انا بتكلم عن دوستويفسكي. في رايي المتواضع دوستويفسكي المدخل الامثل له هو روايه القبله في جزئيها، هي روايه بتنزل من جزئين وبترجمه طبعا سامي الدروبي، صادره عن المركز الثقافي العربي. مش روايه الجريمه والعقاب، الجريمه والعقاب هي الاشهر له لكن هي مش الافضل له. في روايه صغيره اسمها المقامر، دي برده ممكن تكون مدخل كويس، ولكن انا بفضل القبله لان هي روايه عظيمه جدا وفي نفس الوقت سهله، ممكن تنتهي منها في وقت سريع، يعني هي شكلها بيخض ولكن هي اسلوبها سهل وسلس وممكن تنتهي منه في وقت سريع. بس كده، اتمنى تكون الحلقه دي فيها روايات هتضيفوها للقوائم بتاعتكم. اتمنى ان هو انا ما اكونش لخبطت كتير قوي لان انا تكنيكلي ما نمتش بقالي كتير قوي، وان شاء الله نتقابل الاسبوع الجاي، بس يعني ما نقطعش كده، الاسبوع الجاي في حلقه نتكلم فيها بقى عن افضل الكتب النون فيكشن او اللي ممكن تشتروها من المعرض او اللي انتوا لازم تحطوها على قائمه الشراء بتاعتكم. بس ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، شير على الفيسبوك، على تويتر، على اي حته بتشيروا فيها، وتعملوا سبسكرايب للشانل، وبس كده.